سعدت اليوم حقيقة بلقاء أكثر من 60 طالب من محافظة الجهرة، جاءوا لتلقي جرعة معرفية عن أخطاء شائعة. هذه الأخطاء قد تكون مشاكل التدخين، المخدرات، حوادث الطرق، الأدوية المغشوشة، المنشطات، الهرمونات. حاولنا من خلالها نأكد لهم أن الوقاية حماية، وأن هي طريق لحمايتهم من منزلقات ومن آثار سلبية ما في داعي إن هم يخوضونها عشان يتأكدون منها، والحقائق والأرقام تتكلم في هذا المجال. حقيقة وجدت تجاوب رائع، ووجدت جرأة في التشخيص. سألتهم من يعرف من يدخن، فكانت الأيادي كثيرة. من يعرف من يحبب، كانت الأيادي كثيرة. من يعرف من يقود السيارة دون إجازة قيادة، وكانت الأيادي كثيرة. لا شك صاحب السمو والله يحفظه يقول إن الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل، فهم المستقبل، وكان أمانة أن نعطيهم النصائح هي خلاصة خبرة السنين، وهي مهمة لتتكون وتكون حلقات بالإذن لهم. بالتالي كان لابد حقيقة من هذا التواصل. إن شاء الله الرسالة تكون وصلت، لكن حتى علميا يجب أن تتكرر في أكثر من موقع وأكثر من مناسبة حتى تدخل وتحول المعرفة إلى معتقد ثم إلى سلوك صحي إيجابي. ما يفوتني في هذه المناسبة أن أشيد وأشكر حقيقة إدارة تفتيش الأدوية التي تبنت هذه الحملة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون آثارها إيجابية. وأعتقد جازما أنه لو نجحوا في حماية شاب واحد من كل هالشباب والشابات اللي زاروا لكفت، لأنه من ينقذ حياة فكأنما ينقذ الناس كلهم، لأن المولى عز وجل يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وضحنا لهم كذلك من جانب آخر من أنه العلم يظل مادة، يظل مؤهل، يظل شهادة، وإذا لم يؤطر بالأخلاق والقيم فمؤسف أن تكون مجردة. لذلك تذكرنا معهم قول الشاعر: لو كان للعلم من غير التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحميهم من مصائد التي تستغل ما يمر فيه الشباب من حب مغامرة وفضول واستطلاع وتجربة، إلى أخذهم إلى شيء إيجابي أكثر من سلبي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الكابتن أحمد الدريع، ممثل دولة الكويت في الولايات المتحدة الأمريكية في الرياضة والصحة. طبعا اليوم تشرفت بوجودي بين إخواني وبين الأشقاء الموجودين، وتكلمنا عن الرياضة، تكلمنا عن المنشطات الرياضية وتأثير المنشطات الرياضية على الرياضة، والحمد لله كان تفاعل جدا مميز. وأشكر جميع القائمين على هذا العمل، أشكر جميع من تطوع وساهم في نجاح هذا العمل، وإن شاء الله راح نكون وياكم دوم مستمرين في العطاء لدولتنا الحبيبة. والله وفقكم وقواكم الله. اليوم عندنا طلبة مميزين جدا من ثانوية الواحة من الجهرة، جدا متفاعلين، يحبون الاقتناع، يحبون الحوار. حذرناهم من مخاطر الأدوية المزيفة والمزورة وسوء استخدام مستحضرات دوائية تؤدي إلى التعود والإدمان، وما شاء الله ثانوية الواحة مميزة جدا. محمد من ثانوية الواحة نورتونا اليوم، شنو استفدت؟ عطني استفادة من المحاضرة اللي سمعتها اليوم. هو اليوم كله كان معلومات مهمة عن الأدوية المزيفة، وتكلمنا عن نقطة الإدمان. دي نقطة مشكلة بيعاني منها معظم الشباب في سننا. مشكور على صراحتك هذه الحلوة. في بداية الأمر بنشكر وزارة الصحة متمثلة في إدارة تفتيش الأدوية، وبنشكرهم على الاستضافة وعلى الندوة اللي أقاموها وعلى التوعية لطلابنا طلاب ثانوية الواحة بمنطقة الجهراء التعليمية.
ودايما بنحس طلابنا اثناء العمليه التعليميه على ان هم يعني يتمسكوا بالوازع الديني رقم واحد، رقم اثنين ان هم يحافظوا على صحتهم العامه والوقايه من مشاكل السمنه، مشاكل اللي هي الحبوب او اذا كانت المنبهات او المشروبات اللي هي تاثر عليهم صحيا، ومن ثم يهتموا بالجانب الصحي سواء اذا كان على ناحيه التغذيه او الاهتمام بالمشاكل الصحيه بشكل عام. وبنشكر وزاره الصحه مره ثانيه، وبنشكر اداره تفتيش الادويه على استضافتهم لينا والتنوعيه اللي عملوها لينا. حمدي هاني السبع. نعم. من ثانويه الواحه. مليون نعم. ما عليك زود. اليوم استفدنا ان مثلا الدول اللي عندنا بالبيت نلقي بالاماكن غير مستقيمه. بالثلاجه؟ ايه. الثلاجه الخلص الامن والسليم له. ايوه. لا نحطها باماكن غير مستساغه. علم الهرمونات استفدت شيء اليوم من المحاضره؟ نعم، ان ما اخذ هرمونات ما اعرفها او ما اخذ منشطات. بس تسمع في المجتمع ان في سوء استخدام حق الادويه؟ نعم. بين الشباب منتشر. اي ستيرويدات. هذه منشطات للعضلات خطر على جسم الانسان. الانسان يستخدم، الشاب يستخدمها مثلا يكبر عضلات او لحسن المنظر، حسن المظهر. بس هذا تفكير خاطئ. مشكور وايد على صراحتك الحلوه. يعطيك العافيه. نورتونا وانتم طلاب مميزين. يعطيك العافيه. الواحد بالجهراء. استفدنا ان لازم الحفاظ على الصحه، لان في حاجات كثيره بتضر الصحه. وكمان استفدنا ان الادويه لما تترمي في البحر يكون ضرر على الاسماك، حياه الاسماك.